روسيا أقحمت طائرات متقدمة في الداخل الإيراني، وذلك لمواجهة أي تهديدات مستقبلية قادمة من إسرائيل تجاه طهران. تفاصيل هذه المسألة تحدثت عنها العديد من المصادر المهمة مثل إيران أوبزيرفر أو حتى The Global Monitor، والذي جرى هنا بأن 12 طائرة من طائرات ياك 130 الروسية قد وصلت بالفعل إلى إيران، وهذه الطائرات هي تعتبر من الطائرات المتقدمة لتدريب الطيارين على قيادة طائرات السوخوي 35 الروسية القادرة على تحدي طائرات أمريكية مهمة مثل طائرات F-15 وكذلك طائرات F-16. وطائرات ياك 130 تعتبر أيضا من أفضل الطائرات الحربية الخفيفة بالنسبة للجانب الروسي. 12 طائرة من هذه الطائرات ستمكن أساسا إيران من تدريب 24 طيارا من الطيارين الإيرانيين على قيادة طائرات السوخوي 35 الروسية. لا بل إن إيران تمتلك المزيد أساسا من هذه الطائرات. هذه 12 طائرة ليست أولى أو أول الطائرات التي وصلت أساسا لإيران، لا أبدا، بل في سبتمبر من العام الماضي تسلموا مجموعة أيضا من هذه الطائرات، وبعدها بشهر جاءت وكالة رويترز ووكالة تسنيم الإيرانية لتتحدث بشكل واضح بأن إيران عقدت اتفاقا مع روسيا من أجل شراء طائرات السوخوي 35. وكذلك قبل أسبوعين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل شراء عدد من المنظومات الدفاعية الروسية، ولكن أيضا لإتمام وإنهاء صفقة السوخوي 35 من أجل روسيا أن تقوم بإرسال هذه الطائرات مباشرة لإيران. ولكن ما هو أفضل الآن وما تحقق بالنسبة لإيران هو أن الأخبار أصبحت أفضل بكثير بعدما جاءت في الثلاثة أيام الماضية عدد من المصادر الروسية وكذلك Army Recognition يتحدث بشكل واضح بأن روسيا منحت ترخيصا لإيران لبناء مصنع لطائرات السوخوي 30 والسوخوي 35 في الداخل الإيراني، وبالتالي تمكين إيران من صناعة هذه الطائرات بنفسها بدلا من شرائها من روسيا، انتظار هذه الطائرات أن تصل لهم وتكون هنالك عقوبات وغيرها، أي بالضبط كما فعلت إيران مع روسيا عند بدء الحرب الروسية الأوكرانية وعندما قامت في بادئ الأمر إيران بإرسال طائرات شاهد 136 المفخخة المسيرة لروسيا. وبعد ذلك مكنت إيران روسيا من بناء هذا المصنع الذي نراه في يالابوغا في روسيا تحديدا، وبدأت روسيا بنفسها بتصنيع هذه الطائرات المسيرة، بالتالي لما لا روسيا ترد الجميل لإيران التي أيضا مؤخرا أرسلت صواريخا باليستية، حتى هذه اللحظة روسيا لم تستخدمها في أوكرانيا، ولكن هنالك الكثير من التشارك العسكري الواضح الذي نتحدث عنه. كذلك قبل 6 أيام قائد القوة الجوية الإيرانية اتجه إلى باكستان، وبدأت مصادر مهمة أيضا متخصصة في الشأن الإيراني مثل إيران سبكتيتر وهي تتحدث بأن إيران قد تذهب فعلا لشراء أو تحاول شراء طائرات مهمة للغاية باكستانية وهي JF-17 Block 3، وهي من الطائرات أيضا المتقدمة ومن الممكن أن تعطي تعزيزا وقوة أكبر للقوة الجوية الإيرانية. وكل هذا الحراك الإيراني الذي نراه بهذه السرعة وخاصة عندما نتحدث عن طائرات ياك 130 هو يأتي مع تصاعد المواجهة الكبيرة بين إيران وبين إسرائيل، حيث أن إسرائيل في شهر أبريل وكذلك خلال هذا الشهر وجهت ضربتين باتجاه إيران، وهذه الطائرات التي استخدمت كانت من فوق الأجواء العراقية، طائرات F-16 وطائرات F-15. ومن الأجواء العراقية تمكنت أساسا إسرائيل كما أصبح واضحا للجميع من ضرب البطاريات الدفاعية الخاصة بإيران تحديدا من S-300 وغيرها وكذلك المنظومات الرادارية، وإيران غير قادرة أبدا ولم تكن قادرة أبدا على صد ولو صاروخ واحد من هذه الصواريخ التي ضربت أهدافها بدقة عالية للغاية، وفسحت المجال طبعا لنفسها من أجل القيام بعمليات أكبر في الداخل الإيراني. لا بل إن CNN الأمريكية كما أكدت إيران انترناشنال في 48 ساعة الماضية CNN عن طريق مسؤولين إسرائيليين ومطلعين تحدثوا بأن طائرات أو عدد من الطائرات المقاتلة الإسرائيلية قد اقتحمت فعلا الأجواء أو اخترقت الأجواء الإيرانية وكانت قد نفذت عددا من الضربات الموجودة في الداخل الإيراني، وهذا هو طبعا الأمر الذي يبدو بأنه عجل من الحراك الإيراني الآن والتعاون مع روسيا بأنهم بحاجة لحل هذه المسألة. ودخول الآن هذه الطائرات هو يمهد لوصول طائرات السوخوي 35، خاصة أن هذه الطائرات ستكون قادرة على تحقيق عدد من المسائل. أولا مواجهة أي طائرات من الممكن أن تخترق الأجواء الإيرانية
الإيرانية، وجعل مسألة الدفاع صعبة للغاية، بالإضافة للمنظومات الدفاعية ستكون هنالك طائرات أيضا في الجو تدافع عن أجوائها، وكذلك أن هذه الطائرات ممكن أيضا أن تحمي الداخل الإيراني من خلال التحليق فوق الأجواء الإيرانية الغربية تحديدا لمنع أي تقدم صد صواريخ إذا كان هذا ممكنا، أو حتى طائرات مسيرة، وهذه أيضا مسألة أخرى مهمة، لأن إسرائيل أيضا تعتمد على الطائرات المسيرة في العديد من العمليات التي تحدثت عنها سابقا إيران بأنها تنطلق من عدد من الدول المجاورة، وممكن أيضا لطائرات السوخوي أساسا أن تقتحم الأجواء العراقية وأن تواجه طائرات الF-15 والF-16، بما أن السوخوي 35 من الممكن لها أن تحقق مثل هذا التحدي طبعا بعد التدريب المهم الذي ممكن أن يتحصل عليه الطيارون الإيرانيون من قبل الجانب الروسي من خلال طائرات ياك التي نتحدث عنها. وهذه مسألة مهمة بالنسبة للجانب الإيراني، ليس فقط لحماية المفاعلات النووية التي دائما يتم النظر لها بجدية عالية، لا أبدا، بل إن أهم المصانع الخاصة بالصواريخ البالستية وصناعة الوقود الصلب الخاص بالصواريخ البالستية البعيدة المدى أغلبها أساسا متواجدة إلى شرق إيران، هنا في هذه المنطقة إلى الشرق تقريبا، إلى أقصى شرق طهران تتواجد أغلب هذه المصانع التي تصنع صواريخ فاتح أو الوقود الخاص بفاتح أو خيبر شجن أو غيرها. وهذا هو بالضبط الأمر الذي أساسا استهدفته إسرائيل في الأيام القليلة الماضية بطائرات الF-35 الشبح، اقتحمت واخترقت الأجواء الإيرانية وحققت فعلا ضربات باتجاه هذه المصانع. وإحدى الأدلة على ذلك هو أن هنالك صور من الأقمار الصناعية أكدت هذه الضربات تجاه مثل هذه المصانع. ودعونا نتجه الآن إلى القمر الصناعي، الضربة تقريبا جاءت على مسافة ما يقارب 800 كيلومتر إذا ما حسبنا آخر نقطة في الحدود العراقية، وكانت هنالك ضربة دقيقة للغاية باتجاه هذه المنطقة. ويرشح تماما أن الطائرات الإسرائيلية قد اخترقت طبعا الأجواء الإيرانية لتحقق هذه الضربة. ودعونا نتجه إلى هذه النقطة التي طبعا أصبحت واضحة بعد تحديثات القمر الصناعي بأن هذه واحدة من النقاط الأخرى التي استهدفت، والاستهداف كان استهدافين هنا وكذلك هنا، وتحديدا تجاه هذه المنشأة التي نراها أمامنا هي التي استهدفتها إسرائيل. صورة واضحة من القمر الصناعي لهذا الموقع قبل الضربة، لاحظ هذا المبنى ما الذي سيتغير في هذا المبنى، وهنا بعد الضربة لاحظ بأنه دمر بالتمام والكمال بحسب أحدث الصور القادمة من القمر الصناعي اليوم. كذلك أن المبنى الآخر هو المبنى باللون الأزرق الذي يتضح بشكل واضح من المعدات الموجودة حول هذا المبنى، الصواريخ والمعدات الخاصة بالصواريخ من أجل صناعة الوقود، وهي من الخلاطات الكوكبية التي تحدث عنها موقع أكسيوس بأنها تعمل على عملية توفير الوقود الصلب للصواريخ البالستية البعيدة المدى. الصورة في القمر الصناعي هنا قبل، لاحظ ما الذي سيتغير مع هذا المبنى الذي سقفه طبعا يأتي باللون الأزرق، كيف تغير اللون بهذا الشكل، يوضح لك أنها ضربة مؤكدة أخرى جاءت من قبل الجانب الإسرائيلي تجاه هذه المواقع. والمشكلة بالنسبة لإيران أن المنظومات الرادارية ضربت بالكامل تحديدا القريبة من الحدود العراقية وباتجاه عيلام، كانت هنالك أيضا صورة واضحة قادمة خلال 24 ساعة الماضية من الأقمار الصناعية أيضا وضحت إلى جنوب غرب عيلام، هذه عيلام، هذه نقطة رادارية إسرائيل أيضا قامت باستهدافها، وهي التي ساعدتها طبعا في إخلاء الأجواء. لاحظ هذه هي المنظومة الرادارية، نأخذ صورة واضحة أو أوضح من القمر الصناعي، وسترى بأننا فعلا أمام منظومة رادارية هنا كانت هدفا بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هذه أحدث صورة للقمر الصناعي لطبيعة التطوير الذي جرى مؤخرا لهذه النقطة الرادارية، هنا قبل ولاحظ كيف سيتغير الوضع، وهنا بعد لاحظ اللون الأسود هنا يوضح لك بأن كانت هنالك ضربة قد طالت هذه المنطقة ودمرت هذه المنظومة الرادارية. بشكل عام أن الضربات جاءت باتجاه كل هذه النقاط التي نراها في طهران وهذا المصنع الذي ذكرناه قبل قليل، وكذلك أيضا في عيلام وأيضا باتجاه خوزستان. وبالتالي بالنسبة للجانب الإسرائيلي الآن أصبح مقتدرا من خلال ضرب هذه الرادارات أن يحقق اختراق باتجاه طهران بهذا الشكل بهذا الشكل، أو ضرب هذه المنشآت الصاروخية التي تحدثنا عنها، أو مهاجمة مثلا مفاعل نتانز الذي يأتي تقريبا في هذه المنطقة، وكذلك أيضا مفاعل
الفوردو يجب أن لا ننسى هو موجود في هذه المنطقة، الأجواء مفتوحة، بالتالي مثل طائرات السوخوي 35 أو حتى جي اف 17 التي تحدثنا عنها الباكستانية، أنت مثل هذا الاتفاق ستكون مهمة لتعزيز الدفاعات من أجل صد أي شيء من الممكن أن يكون قادما تجاه الجانب الإيراني. وهذه الضربة شيئا فشيئا بدأت تتحول إلى ضربة محرجة بالنسبة لإيران، خاصة وأن القتلى من هذه الضربة اتضح بأنهم ليسوا هؤلاء الأربعة فقط من الجيش الإيراني، بل أن هنالك عنصرا آخرا أعلنت عنه إيران بأنه قتل أثناء هذه الضربة، لا بل أن اليوم الجانب الإيراني أعلن بأن هنالك شخصا مدنيا قد قتل جراء هذه الضربات الإسرائيلية، وبالتالي الأعداد بدأت تتزايد من جراء ما جرى. وكذلك أيضا بأن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيراني والرئيس الإيراني، كلهم قالوا بأن إيران سترد على هذه الضربة، والتقديرات الإسرائيلية تتفق مع هذه المسألة وترى تماما بأن إيران سترد. متى سترد؟ الآن بعد الانتخابات الأمريكية؟ هذا هو السؤال الذي ليست هنالك الكثير من الإجابات باتجاهه، وإيران قد ترد بسبب أن كل هذه الدول التي نراها هي نددت بالهجوم الإسرائيلي على إيران، أي أن لديها مساحة دولية لتحقيق مثل هذا الاستهداف إن أرادت ذلك. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الفلايت رادار 24 تراقب ما يجري من فوق الخليج العربي في الداخل الإيراني. ظهرت هذه الطائرة من طائرات الاستخبار الإلكترونية الأمريكية وهي تحلق باتجاه شيراز، كما نلاحظ هنالك قاعدة صاروخية مهمة للغاية في هذه المنطقة تراقب ما إذا كانت المنصات الصاروخية ستتحرك بأي شكل من الأشكال لإطلاق الصواريخ مباشرة باتجاه إسرائيل. لكن ما هو مثير للريبة هنا؟ هو ظهور طائرة مسيرة إيرانية وهي تحلق فوق الخليج العربي. هي من الأمور النادرة التي تظهر بهذه الطريقة على الفلايت رادار 24، ونلاحظ هنا بأن الرقابة تأتي باتجاه دول الخليج العربي، المملكة العربية السعودية والبحرين وكذلك أيضا قطر كما نلاحظ، وهنالك قواعد أمريكية مهمة. وهذه الطائرة طبعا UAV كما نلاحظ، وهذه طائرة مسيرة إيرانية أكدتها العديد من المصادر في حقيقة الأمر. وتلاحظ من طبيعة التحليق ذهابا وإيابا، من الممكن أن تراقب سفنا موجودة في الخليج العربي، لكن مثل هذا التحليق دائما ما يعطي فكرة بأن هنالك رقابة وجمع للمعلومات قد تكون باتجاه الأسطول الخامس الموجود في البحرين أو حتى في قاعدة العديد تحديدا. لكن طبعا الأنظار تذهب إلى الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، ليس لإيران أو من أجل أن تقوم إيران باستهداف اتجاه هذه القاعدة، لا أبدا، بل هي لجمع المعلومات لصالح فصائلها الموجودة في المنطقة لتحقيق مثل هذه الاستهدافات، خاصة وأن كان هنالك بيانا صادرا في العاشر من أكتوبر من قبل الفصائل العراقية كانت قد أشارت في حالة قامت إسرائيل بخرق الأجواء العراقية وقامت بتنفيذ هذه الضربات باتجاه إيران فإن الفصائل العراقية لن تستهدف إسرائيل فحسب، وإنما ستستهدف جميع القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، وبأن الفصائل ستصعد. وفعلا يوم أمس كما نلاحظ كانت هنالك تقاريرا من المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث بأن كانت هنالك طائرة مسيرة جاءت باتجاه قاعدة التنف الموجودة عند المثلث الحدودي بين العراق والأردن وكذلك في سوريا وهي في الداخل السوري، تم أسقط هذه الطائرة المسيرة. وبعد ذلك جاءت الأنباء لتتحدث بأن هنالك انفجارا في قاعدة حقل العمر النفطي أيضا، وعادت الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي بحسب هذه التقارير بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن كان هنالك استهدافا بالمدفعية تجاه مواقع الفصائل المسلحة المقربة من إيران. وبالتالي قد تكون وقد يكون جمع هذه المعلومات هو فتح باب على القواعد الأمريكية الموجودة في الخليج العربي في مرحلة ما، في مرحلة قريبة أو حتى مرحلة متقدمة. لكن الواضح بأن إيران بدأت تتعلم دروسا مهمة مما جرى من الهجمات الإسرائيلية التي شهدناها خلال شهر أبريل أو في الأيام القليلة الماضية.